لطالما تألق العديد من أبناء المهاجرين العرب مع منتخبات أوروبية كبرى وساهموا في صناعة تاريخها، ومنهم زيدان مع فرنسا، فيلايني مع بلجيكا، خضيرة مع ألمانيا وغيرهم الكثير. وكامتداد لهذا التألق العربي بالألوان الأوروبية، تشهد قوائم بعض المنتخبات المشاركة باليورو الحالي تواجد بعض اللاعبين من أصول عربية، أغلبهم يمثلون أهمية كبرى لمنتخباتهم. لذا في فيديو اليوم من قناتكم ميت سبورت وضمن تغطيتنا ليورو ألمانيا، سنعرفكم بهؤلاء وسر تفضيلهم لمنتخباتهم الحالية في تقرير خاص بعنوان سبعة نجوم من أصول عربية بيورو 2024. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميت سبورت. زكي العمدوني مهاجم بيرنلي صاحب الخمسة أهداف في البريمير ليج بالموسم المنقضي، يمتلك ثلاث جنسيات: التركية نسبة لوالده، التونسية لوالدته، والسويسرية بحكم ولادته في مدينة جنيف بسويسرا. وعلى صعيد الناشئين، لعب صاحب 23 عاما لمنتخب سويسرا تحت 20 سنة، ثم تحول لتمثيل تركيا تحت 21 عام قبل العودة لحمل قميص سويسرا تحت 21 عاما، ومن ثم اللعب للفريق الأول منذ سبتمبر 2022، علما بأنه تلقى اتصالات تونسية لتمثيل نسور قرطاج، حينما لم يكن قد استقر بعد على هوية المنتخب الأول الذي يريد تمثيله قبل أن يقرر تفضيل الجانب السويسري. وبسؤاله في إبريل 2022 عن إمكانية الدفاع عن ألوان تونس، قال العمدوني: لم أطرح هذا السؤال على نفسي، لقد اتصلوا بي من تونس مؤخرا لكني لم أرد على طلبهم. العمدوني خاض 19 مباراة مع سويسرا، قدم خلالها مستويات مميزة للدرجة التي دفعت شبكة سكاي سبورتس لتسميته بميس السويسري، فقد سجل 7 أهداف، 6 منها في تصفيات يورو 2024، قبل أن يكتفي بالظهور خلال البطولة الحالية كبديل في جميع مباريات دور المجموعات. ستيفان الشعراوي تضم قائمة الآزوري باليورو جناح روما المولود في إيطاليا لأب مصري وأم تحمل الجنسيتين الإيطالية والسويسرية، وقد ارتدى قميص إيطاليا بمختلف الفئات السنية وصولاً للمنتخب الأول بداية من عام 2012 دون أن يفكر في اللعب للفراعنة، عندما عرض عليه ذلك بالفعل من أحد المدربين إبان فترة تواجده مع الفئات السنية للآزوري. ويقول صاحب 31 عاما: لم أندم على عدم اللعب لمصر، لم يكن لدي الفرصة ولا الوقت لاتخاذ قرار بهذا الشأن كما يظن البعض. بدأت بتمثيل منتخبات إيطاليا للناشئين بعمر 15، وكان اللعب للمنتخب الأول هو المسار الطبيعي الذي يجب أن أتبعه. ستيفان يملك 31 مباراة مع المنتخب الإيطالي، أحرز بها 7 أهداف وصنع 4 طوال مشواره الذي شهد عديد التقلبات وفترات غياب آخرها بين 2021 و2023 قبل أن يجدد العهد مع سباليتي الذي قرر اصطحابه في مغامرة اليورو بعد مستواه الجيد مع روما بالموسم الفائت، لكن الشعراوي لم يخض أي دقيقة حتى الآن بالبطولة. لويس أوبيندا: لقد تواصلت معي الجامعة المغربية مؤخرا، لكنني رفضت العرض لأن رغبتي هي حمل قميص بلجيكا. لقد نشأت مع الشياطين الحمر، لعبت في جميع الفئات العمرية، وهذه هي الدولة الوحيدة التي أردت تمثيلها بشدة. بهذه الكلمات علق صاحب 24 ربيعاً قبل عامين على قرار اختياره اللعب لبلجيكا بلد مولده ونشأته بدلاً من المغرب بلد والدته، والتي أجرى مسؤولوها مفاوضات مكثفة لإقناع اللاعب دون جدوى، علماً بأن والد الأخير يملك أيضاً أصولاً كونغولية. ويلعب أوبيندا لمنتخب بلجيكا الأول منذ صيف 2022، وحتى الآن بلغ رصيده الدولي 18 مباراة سجل بها 2، لكنه لا يعتبر لاعباً أساسياً، حيث بدأ 4 مباريات فقط من أصل 24 تواجد خلالها بالقائمة، تتضمن مشاركاته في بطولة اليورو الحالية، إذ ظهر في 6 دقائق فقط أمام سلوفاكيا، ولم يخض أي دقيقة ضد رومانيا رغم تألقه اللافت مع لايبزيغ بالموسم المنقضي وتسجيله 28 هدفا. ويليام ساليبا:
لم تكن أصول مدافع أرسنال العربية معروفة بشكل واسع لدى الكثيرين، حتى بزغ نجمه مؤخراً كأحد أفضل المدافعين في الكرة الأوروبية ليبدأ الحديث عن ولادة ابن 23 عاماً ونشأته في مدينة بوندي الفرنسية لأب لبناني وأم كاميرونية، وهو الذي لم يتردد أبداً في تمثيل الديوك منذ انطلاق مسيرته الدولية على صعيد الناشئين، فلعب لمعظم الفئات السنية حتى وصل للمنتخب الأول في مارس 2022 ليخوض معه 17 مباراة حتى الآن، وكان حاضراً في مونديال قطر كبديل قبل أن يخطف الرسمية في يورو 2024 عطفاً على تألقه الكبير رفقة أرسنال بالموسم المنصرم. عثمان ديمبلي أحد ركائز ديدي ديشامب في يورو 2024، كان من الممكن أن نراه بقميص أحد المنتخبات العربية أو الأفريقية، حيث ولد صاحب 27 عاماً في فرنسا لأب من مالي وأم تحمل الجنسيتين الموريتانية والسنغالية، وبحكم نشأته في البلد الأوروبي وانطلاق مسيرته هناك مع دفاعه عن ألوان منتخبات الناشئين، كان من الطبيعي ميله بشكل أكبر نحو الديوك على صعيد المنتخب الأول. ديمبلي كان قد تلقى دعوة من الاتحاد الموريتاني قابلها بالرفض، لكنه ظل فخوراً بأصوله العربية وحافظ على القيام ببعض الأعمال الخيرية في موريتانيا، منها تمويل بناء مسجد في مسقط رأس والدته بقرية جاكيلي عام 2018. ويمثل ديمبلي فرنسا منذ 2016، وحتى الآن ظهر في 46 مباراة دولية سجل بها 5 أهداف وصنع 3، ورغم تعدد إصاباته التي حرمته من صناعة الفارق الكبير أو الظفر بمركز أساسي على الدوام، إلا أنه كان أحد المتوجين بمونديال روسيا والمساهمين بوصافة مونديال قطر. لامين يامال ابن لاماسيا الذي أبهر الجميع في سن 16، فلقبه عشاق البارسا بخليفة ميسي. لامين يامال أو جمال ولد في إحدى بلديات مقاطعة برشلونة بمنطقة كاتالونيا، منتسباً لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبعد أن مثل معظم الفئات السنية للماتادور اختار الدفاع عن نفس القميص على صعيد المنتخب الأول في سبتمبر الماضي، رغم المحاولات الجاهدة من الاتحاد المغربي والمدرب وليد الرجراجي لإقناعه بتجاهل العرض الإسباني ليخوض اللاعب 9 مباريات مع لاروخا سجل بها 2 وصنع 5، كما حطم عديد الأرقام كالأصغر ظهوراً وتسجيلاً وصناعة مع الفريق. وحالياً يصنع يامال الحدث في تشكيلة ديلا فوينتي بيورو 2024 مع مستويات رائعة كتلك التي بصم عليها في موسمه مع برشلونة، ويقول اللاعب عن اختيار إسبانيا بدلاً من المغرب: لعبت مع إسبانيا منذ ظهوري مع منتخب تحت 15 عام، وكنت واضحاً دائماً أريد مواصلة تمثيل إسبانيا وأن أفوز ببطولة أوروبية وكأس العالم وكل ما هو ممكن. يامال ورغم اختياره الأوروبي إلا أنه لا يزال وفياً لأصوله، حيث تحدث مؤخراً عن زيارته للمغرب بصفة مستمرة وعشقه لمدينة العرائش، كما ظهر في اليورو بحذاء مطبوع عليه علم المغرب وعلم غينيا الاستوائية بلد والدته. كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد وأيقونة فرنسا الذي تعول عليه جماهير لقيادة الديوك نحو النجمة الثالثة في يورو 24، امتلك هو الآخر أصولاً عربية جزائرية لوالدته ووكيلة أعماله فايز العماري، وكاميرونية لوالده ويلفريد مبابي، لكنه كان واضحاً في البداية من اختياره تمثيل بلد المولد فرنسا، فلعب لناشئيها ثم منتخبها الأول منذ عام 2017 ليصل إلى 80 مباراة دولية سجل بها 47 هدفاً وصنع 34، كما قاد الديوك لتتويج بمونديال روسيا. ويقال في الأوساط الجزائرية بأن الاتحاد الجزائري لم يبذل الجهد اللازم لاستمالته، ورغم ذلك فإن صاحب 25 عاماً لا يخفي أبداً فخره بأصوله الجزائرية، حيث أكد في مايو الماضي بأنه يخطط لزيارة قريبة للبلاد سيدشن خلالها مجموعة من المشروعات، ولوالدته تصريحات عندما ربطت بين شخصية ابنها القوية وأصوله العربية، مؤكدة أنه حينما يريد شيئاً يفعله. كما صرح كيليان ذات مرة قائلاً: لدي أصول جزائرية كاميرونية وجنسية فرنسية، لا يمكنني إنكار أصولي وأنا فخور جداً.